للمرة الثانية يعمل عبد المنعم على ترحيل حطام ورشته في الأتارب. دمرها قصف الطائرات وأعاد بناءها، ثم تعرضت لقصف تسبب بدمار جزئي فيها لتنهار مع أولى لحظات الزلزال، ولحسن الحظ كان البناء فارغا في ذلك الوقت. هذا هون بناء كان كتير كبير، فهلا صار جورة هون. هذا الأبو مساحته تقريبا البناء شي 400 متر، كان أبو وفوقه محلات وفوقه سكن، فمن تصدعات القصف القديم أجا هذا الزلزال فنزل البناء كامل على الأرض. كيفما تجولت في الأتارب تجد أبنية مدمرة، ليس بفعل الزلزال فقط، إنما سبق الزلزال دمار القصف بمختلف أنواع الأسلحة على مر أعوام. عشرات الأبنية تهدمت، معظمها كانت متصدعة نتيجة القصف وبعضها مرمم وسقط. تشهد الأحياء على أن الزلزال كان له اسم الدمار، أما الفعل فلمن سبقه بحمم الطائرات والمدافع. عند إجى الزلزال كان البناء جاهز للانهيار، يعني كان القصف هو السبب الرئيسي بتصدع الأبنية وبدمار المنطقة تقريبا أكثر من 60% دمار النظام سبب، وشهداء يعني إحصائية ما عندي بس قطعوا 1500 تقريبا بالنسبة للقصف، ولكن بالنسبة للزلزال الدمار صار يعني تكملي للزلزال بنسبة 30 من 20 ل 30% وراح شهداء، ولكن كمان أقل من قصف النظام بكثير. سوق الأتارب دمر مرتين بالقصف والثالثة كانت بالزلزال. سكان الأتارب تحدثوا عن ضعف الاستجابة الدولية للوضع الكارثي الذي مروا به خلال الزلزال، وأنه لم يكن مفاجئا بموجب ما رأوه ومروا به من كوارث سابقة على يد سلطة الأسد وحلفائه، كوارث لم يقف أحد بجانبهم لمواجهتها. لم يكن الزلزال وحده من دمر الأتارب، تعرضت لشتى أنواع القصف على يد سلطة الأسد وحليفتها روسيا. سكان المدينة يتحدثون عن خذلانهم وعدم المبالاة بكوارثهم في زلزال وما قبل الزلزال. خلف جمعة، حلب، اليوم، مدينة الأتارب.